مسابقة أبدعي وقدري. اخترنا في عالم صافولا مسمى أبدعي وقدري بهدف رفع سلوك الإبداع الغذائي داخل المنازل وربطه بشكل مباشر بإعادة التدوير الغذائي في المنازل وتقليص الهدر الغذائي المتزايد في السعودية. تقوم فكرة المسابقة على تقديم أطباق مبتكرة من بقايا الطعام، وعلى المتسابق ابتكار اسم للطبق الجديد وعرض الصورة وتفاصيل الوصفة ونشرها ضمن هاشتاغ المسابقة وأيضا الموقع الإلكتروني. يقول الأستاذ طارق إسماعيل: مسابقة أبدعي وقدري تهدف لرفع الوعي المجتمعي لملف الهدر الغذائي المتزايد في السعودية، ووضعنا بين أيدي ربات المنازل حوافز مادية ومعنوية للتنافس فيما بينهم وصناعة أطباق غذائية مبتكرة تعتمد على إدارة تدوير الغذاء داخل المنازل والتقليص من حجم الهدر الغذائي ورفع نسبة الوعي لدى ربات المنازل كونهم واجهة رئيسية مساعدة في ملف الحد من هدر الغذاء داخل السعودية في شريحة المنازل. إقامة أكثر من 6 ورش عمل داخلية على مدار أكثر من 30 يوماً. التوزيع الجغرافي الذي استهدفته المسابقة 16 مدينة. المدن الأكثر تفاعلاً مع المسابقة الرياض، جدة، الدمام، تبوك، نجران، وأبها. تجاوز عدد الوصفات الغذائية 2300 وصفة غذائية موزعة على 16 مدينة داخل المملكة. إجمالي قيمة الجوائز 30,000 ريال سعودي قدمت ككوبونات مشتريات من شركة باندا للتجزئة. قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال سعودي. أسماء الفائزين: عبد الله الشهري من الرياض، نوف محمد المالكي من جدة، أسماء سعد محمد من الرياض. لقد حققت المسابقة أهدافها التي تمثلت في تحفيز ربات المنازل للتنافس في طرح حلول مبتكرة للحد من هدر الطعام وتدوير الفائض، ونعدكم في عالم صافولا بالمزيد من المبادرات والمسابقات والفعاليات عبر برنامج نقدرها الذي يهتم برفع الوعي الغذائي ونشر ثقافة إدارة هدر الطعام والاستفادة منه.